إلى ذلك، شهدت عدد من المدن الإيرانية احتجاجات شعبية واسعة نظمها مواطنون نهبت أموالهم من قبل النظام الإيراني. وفي مدينة كرمان نظم مجموعة من المواطنين المنهوبة أموالهم تجمعا احتجاجا للمطالبة بأموالهم المنهوبة من قبل مؤسسة كاسبين المالية التابعة لقوات الحرس، واتهم المواطنون المؤسسة المالية بنهب أموالهم بعد أن استقطعت من ودائعهم، وهذا ما أدى إلى تشكيل سلسلة من الاحتجاجات في المدن التي تحتضن فروعا لهذه المؤسسة.